عاد داود رضوان إلى عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فترة من السجن كادت تصل عقوبتها إلى الإعدام تحت المواد 63-65 الخاصة بقلب نظام الحكم بالقوة، وذلك من خلال احتجاجات مناهضة لحكومة الرئيس عمر حسن البشير. اعتقالي تم في يوم 3/7 لما كنا بصدد تنظيم مظاهرة كبرى سلمية ضد غلاء الأسعار، ضد النظام، ضد الحرب اللي دايرة في جنوب كردفان في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، وضد العنصرية اللي موجودة في السودان، وضد كل الأشياء السلبية اللي حصلت في عهد النظام الحالي. تعددت التهم والاعتقال واحد، خاصة إذا تم إدراج حركة غريفنا ضمن دائرة الإرهاب. هم في البداية قالوا إنه حركة غريفنا هي منظمة إرهابية تقوم بأعمال إرهابية، لكن بعد الاستماع لبعض الشهود اللي هم صحفيين مشهود لهم بالكفاءة العالية والخبرة الطويلة أثبتوا من خلال متابعتهم لأعمال حركة غريفنا السياسي منها والإنساني، أثبتوا أن حركة غريفنا هي حركة تغيير سلمي وبتدعو لتغيير النظام بشكل سلمي. أساليب التعذيب حسب رضوان لم تقتصر على نوع معين، فالمعاملة كانت فظيعة وبطريقة غير حضرية أو إنسانية. تم تهديدي بالاغتصاب داخل غرفة جهاز الأمن، وذكروني بقصة صفية إسحاق واحدة من أعضاء حركة غريفنا اللي اغتصبت بالفعل. أنا رديت بأنه بعرفها، فقالوا لي أنه بنعمل لك نفس الحكاية لو ما اتعاونت معانا. وبالفعل حتى كانوا بيجروا يعني في الجنس بتاعي لحد ما جاء واحد من ضباط الشرطة وقالوا لهم خلوه وما تغتصبوا. يبقى التعذيب الداخلي الأكبر، فجرحه أعمق ولم ينشف بعد. التعذيب الأكبر والألم الأكبر بالنسبة لي، يعني أنا كنت بفكر في الناس اللي كانوا بيعذبوني، وكنت بطرح سؤالي إذا هم فعلا بشر، إذا هم فعلا سودانيين، إذا هم فعلا عندهم أي ذرة بتاعت إنسانية. شغلت قضية رضوان الرأي العام والصحافة العربية والغربية، فتخطت حدود السودان لتصبح قضية وطنية ورأي عام. الضغوطات لما كترت حتى بدوا يعاملوني بشكل كويس، يعني بدوا يقولوا لي أستاذ رضوان محتاج لي حاجة، فأستاذ رضوان يعني ممكن نساعدك ورينا عاوز شنو كده. حملة الحرية من أجل رضوان اكتملت بدعم ومساندة زوجته نانسي التي تم استضافتها في العديد من قنوات التلفزة لمتابعة سير القضية. You know, Ridwan has taught me about life and love. علمني رضوان عن الحب والحياة في طريقة لم أعرفها من قبل، كلها تسامح وغفران. أنا محظوظة لوجوده في حياتي، أحبه كثيرا وسعيدة جدا لعودته. الأيام اللي عشناها جميلة جدا جدا، لكن متأكد اللي جاية أجمل، وفخور بها جدا جدا زي ما كل الناس اللي عرفوها فخورين بها، ومهما قلت في حقها ما بقدر بوفيها بجد. اليوم أصبحت فرحة عائلة داود فرحتين، فرحة عودة رضوان وفرحة قدوم الطفل السودان. سميتها سودان لأنه بحب السودان جدا، ونانسي كمان بتحب السودان جدا، لكن نحن في تحدي حقيقي، لأنه أنا عاوز بنتي لما تطلع للدنيا وتكبر تشوف سودان أجمل. وتبقى الحرية هي التحدي الأكبر من أجل تحقيق الحلم برؤية عادلة يسودها السلام. أنا مؤمن تماماً إنه حنصل للحرية، لكن لابد أن نقدم ثمن، لابد أن نضحي. الشعب السوداني ضحى كثير جداً جداً، ومستعد إنه يضحي أكثر. نحن علمنا الشعوب الثورات، رغم أنه في ناس كثير جداً ما عارف الحاجة دي، لكن كانت لنا تجربة عظيمة جداً في أكتوبر وفي أبريل، كانت ثورات عظيمة جداً جداً أطحنا بأكبر ديكتاتوريات. مروان زعتر لبرنامج اليوم من ولاية أوريغون.